مشاهدينا اسعد الله اوقاتكم بكل الخير نستعرض اليوم معكم توقعات فريق طقس العرب لفصل الشتاء الحالي وهي التنبؤات الفصليه هذه التنبؤات تختلف بطبيعتها عن التوقعات او التنبؤات اليوميه، اذ تكون ذات نظره شموليه اكثر، تعطي توقعات بشكل مجمل عن الفتره المقبله، كما انها تاخذ بعين الاعتبار عده عوامل وظروف وامور مختلفه عن تلك التي ناخذها في عين الاعتبار اثناء اعدادنا للنشرات الجويه اليوميه. هذه النشرات والهدف والفائده المرجوه من نشرها هو للتخطيط المبكر للعديد من القطاعات لا سيما القطاع. الزراعي. فصل الشتاء الحالي وحسب اخر الدراسات التي قمنا باجريناها بأجر... في طقس العرب على ما يبدو بمشيئه الله تعالى انه ذات فصل شتاء مميز يحمل الامطار ودرجات الحراره المنخفضه. نستعرض معكم نظره عامه في فصل الشتاء الحالي، هذا فصل الشتاء متوقع ان يكون ابرد واكثر امطارا من المعتاد بمشيئة الله تعالى من المعدلات مؤشرات على وجود موجات باردة خلال شهري يناير وفبراير الحالي بالإضافة إلى هناك أفضل فرص لتساقط الثلج خلال هذا الفصل فصل الشتاء الحالي ستكون في شهري واحد واثنين أو يناير وشهر فبراير بالنسبة للتوقعات التفصيلية شهر بشهر, بشهر بقية شهر كانون أول ديسمبر من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن ينتهي هذا الشهر بكميات أمطار أعلى من المعدلات كنتيجة لتأثر المملكة بعدة حالات جوية كان أهمها منخفض جوي في بداية هذا الشهر، والذي جلب كميات كبيرة من الأمطار لمناطق مختلفة من المملكة. درجات الحرارة من المتوقع أن تكون دون المعدلات بشكل مجمل خلال هذا الشهر. ومع الأيام الأخيرة من هذا الشهر من المتوقع أن تتأثر المملكة بسلسلة من المنخفضات الجوية. هذه المنخفضات ستكون ناتجه عن تمركز لمرتفع جوي في غرب القاره الاوروبيه خلال نهايه شهر الايام الاخيره من شهر ديسمبر كانون الاول وبدايه شهر يناير كانون الثاني للعام المقبل. بالنسبه للمنحنى البياني الذي يبين اماكن وفترات النشاط بمشيئه الله تعالى كما لاحظنا كان هناك منخفض جوي في بدايه هذا الشهر وكان هناك فتره من الاستقرار مع منخفضات جويه سريعه تاثرت بها المملكه خلال الايام الماضيه وتشير الدراسات والنتائج ونواتج التنبؤات الفصليه إلى أن هناك فترة نشاط تعود مرة أخرى في المنطقة خلال نهاية شهر ديسمبر كانون الأول ننتقل معكم إلى التوقعات الجوية لشهر يناير كانون ثاني هذا الشهر المتوقع أن يكون ذات أمطار أعلى من المعدلات بمشيئة الله تعالى أيضا من المتوقع أن تكون درجات حرارة أقل من معدلاتها خلال هذا الشهر مع موجات باردة في بعض من أيامه أيضا هناك طقس بارد وممطر بوجه عام فرصة الثلوج أعلى شيء في نهاية هذا الشهر وأيضا في في بدايته لكن طبعا تبقى هذه الأمور معلقة للتوقعات اليومية والأسبوعية التي تأخذ بعين الاعتبار تفاصيل أكثر عن أماكن وفرص وكميات الثلوج إن كانت في التوقعات منحنى النشاط يبين أننا نبدأ هذا الشهر بنشاط جوي ثم تصبح هناك منخفضات وسلسلة منخفضات جوية السريعة الحركة في منتصف الشهر مع بعض الفترات المستقرة ثم فترة نشاط أخرى من جديد في نهاية هذا الشهر شهر واحد من الله تعالى ويعكس ذلك هناك فرص أيضا لي حدوث موجات بارده اثناء هذا الشهر. بالانتقال الى شهر شباط فبراير شهر اثنين ايضا يتوقع ان تستمر كميات الامطار في هذا الشهر اعلى من المعدلات بمشيئه الله تعالى، درجات حراره متوقعه ان تكون اقل من معدلاتها مع استمراريه لوجود فرص لحدوث المزيد من الموجات. الباردة وطقس بارد وممطر في أيام عدة من هذا الشهر مع فرصة مرن جديد لأفضل فرصة للثلج مرة أخرى قد تكون مع بداية ونهاية هذا الشهر وهذا واضح من خلال منحنى النشاط الجوي المتوقع الناتج عن التنبؤات الفصلية نلاحظ هناك سلسلة من الخواطر الجوية في بداية هذا الشهر هناك فترة من الاستقرار في منتصف الشهر وتعود مرة أخرى في نهاية الشهر هناك فعاليات جوية ونشاط جوي من جديد على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة نختتم هذه التوقعات بالتوقعات لشهر آذار مارس حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تنخفض الأمطار هنا وتصبح كميات الأمطار حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، درجات الحرارة من المتوقع أن تكون أيضاً حول معدلاتها إلى أعلى بقليل، يتوقع أن ترتفع عن المعدلات، كما أن تكون هناك أيام عديدة ذات طقس مستقر بشكل عام، وفرصة الثلوج تصبح في هذا الشهر منخفضة، ولو اتجهنا إلى المخطط البياني للنشاط. نلاحظ ان هناك ايام عديده من هذا الشهر ذات طقس مستقر وغالبا مستقر هناك فرصة لمنخفض جوي ونشاط جوي في منتصف هذا الشهر وتعاود الاجواء تصبح غالبا مستقرة بالاتجاه الى نهاية الشهر. طبعا نعود وننوه بان هذه التوقعات هي توقعات فصلية بعيدة المدى تعطي نظرة شمولية قابلة للتغيير بشكل كبير. ناخذ منها رؤوس اقلام بان هذا الموسم بمشيئة الله تعالى فصل الشتاء بارد وممطر. هناك فرصة جيدة لحدوث موجات باردة خلال شهري واحد واثنين. هناك راح يكون تحديثات مستمرة لمثل هكذا نشرات جوية موسمية والهدف منها والفائدة المرجوة كما ذكرنا هو للاطلاع عليها والتحضير المبكر لسيما في القطاعات المختصة بذلك ومن أهم القطاع الزراعي سنكون دائما معكم في توقعات أولا بأول مختصة بالتوقعات الفصلية وتحديثات حالما لزم الأمر دائما تابعونا عبر تطبيقات طقس العرب إلى اللقاء